أمام المستثمرين على الأقل؟ أنا عاوز أوضح أولاً إن إحنا عندنا سوقين للعملة. ده نتيجة وجود طلب على الدولار العملة الأجنبية أكثر من العرض الموجود. صحيح. في القنوات الشرعية. أيوة طبق. وليس في السوق. أيوة. لأن في السوق أي حد أي مستورد أو أي شخص عاوز يتعامل مع السوق السوداء أو مع السوق الموازية بيستطيع إنه يجيب العملة الأجنبية بتاعته من السوق ويحب يدخل بيها. تمام. البنك المركزي لنجاح سياسته النقدية لابد إنه يعمل على تقليص هذا التعامل في السوق الموازية وإنهائه تماما حتى تستقر الأمور الاقتصادية وتستطيع السياسة الاقتصادية أن تعمل على نمو الاقتصادي في الدولة. وبالتالي لا وجود للسوق السوداء في حالة وجود سياسة نقدية سليمة. صحيح. وسياسة مالية تتفق مع السياسة النقدية. أكيد يا دكتور طبعا. بينهما يكون تمام. تماما. اللي أنا عايز أقوله هنا أن طالما أن وجود السوق الموازية بهذه الصورة واتخلقت بطريقة كبيرة جدا فلا بد أن احنا نواجه هذه السوق الموازية. نواجهها بسياستين. سياسة نقدية تعمل على ضرورة جذب كل الأموال اللي بالعملة الأجنبية إلى القنوات الشرعية ومحاربة السوق السوداء والتدخل الأمني حتى بالضرب بإيد من حديد على المتعاملين. تمام. بالسوق السوداء سواء من طيب دكتور عبد الرحمن السليمة أو سواء من تجار العملة. تمام دكتور عبد الرحمن خليني معلش أدخل في النقطة الثانية سريعا. فكرة الضرب بيد من حديد ومحاربة السوق السوداء، احنا عارفين ان التكنولوجيا الحديثة حلت مشاكل كتيرة في موضوع الاتصال بالطبع، يعني للي ما يعرفش اكيد ناس كتيرة تعرف في مكاتب كتيرة مفتوحة في دبي وفي الدول العربية، بعض هذه المكاتب اللي بيمولها مصريين بيشتروا الدولار من المصريين في الخارج لثلاث شهور سابقة باسعار، واي مستثمر الان يحتاج الى دولار ما بيشتروهوش من مصر، هو بيشتريه من المكتب بيتحول له على طول على الهيئة اللي هو عايز يشتري منها، فما عادوش بيحتاجوا ان هم يعني بالمعنى الصحيح هو التمويل الوقتي اللعب بقى من بره، يعني بعيد عن ايد الحكومه المصريه. انا طبعا قاري فكره سيادتك تماما. تمام. اللي انا عاوز اقوله هنا ان ده بيتم، ولذلك التعامل مع السوق السوداء بالضرب بايدنا حاجه زي ما احنا قلنا او مع تجار العمله او مع شركات الصرافه ده عمليه وقتيه. تمام. انما وانا قلت في الاول إن صحيح لازم يكون في اجراءات نقديه، ده مهم طبعا في خط موازي، والخط الموازي الاساسي هو السياسه النقديه السليمه اللي تعمل على جذب جميع العملات الى الجهاز المصرفي. طيب دكتور سريعا معلش عشان يعني انا الوقت بيدهمني، اتفضل. يعني احنا حضرتك لما بنقول ان في الضرب بين او التدخل الامني او تمام بنشوف ان المخدرات نفسها بتدخل. صحيح. بالرغم من تغليظ العقوبة الى الاعدام. وده طبعا. طيب دكتور يعني سريعا بس نقطة سريعة عايز بما انها بنتكلم عشان نكمل فكرتنا تماما واستفيد من خبرة حضرتك على اقصى استفادة. فكرة ادخال الموارد بالدولار او بالعملات الاجنبية لمصر، احنا عارفين ان يعني الجهات اللي بتدخل عملة لمصر هي قناة السويس، السياحة والصادرات، ما عندناش دخل تاني او يعني ما عندناش جهات تانية لكده، عندنا قناة السويس ما زالت لكن السياحة خفت، نفس الكلام عندنا مشاكل في الصادرات، ممكن ازاي البنك المركزي يوجد حلول بديلة او يوجد افكار جديدة عشان ادخال العملة الاجنبية لخزينة البنك المركزي؟ البنك المركزي لديه كل البيانات. تمام. اللي عن كل الأعمال اللي بتتم سواء عن تحويلات المصريين في الخارج وكيفية يعني زي ما انت حكيت الاستفادة منها على دبي. تمام. وإن هم بيشتروها بثلاث شهور وهم بيشتروها بأسعار أعلى، يستطيع البنك المركزي زي ما عمل إجراءات خاصة بالشهادات اللي هي اللي يحول الفلوس ياخد بالعملة المصرية أكثر بالفايدة يعني على العملة المصرية أكثر، يوجد ادوات جديده تساعد. وبعدين احنا لابد ان احنا يعني ناخد من الاجراءات الكفيله. تمام. ان احنا لابد ان احنا نرشد الاستيراد اللي هو بيستهلك اكبر قدر من العملات الاجنبيه علشان نخلي هذا الامر في حدود الامكانيات. تمام. والبنك المركزي يستطيع ان يعمل اولويات
أولويات لهذه المواد المستوردة، وبالتالي أيضا لابد. وطبعا البنك البنك المركزي هي الحكومة طبعا بالتعاون مع البنك المركزي. تمام. أنا بشكر حضرتك دكتور عبد الرحمن بركة أمين عام اتحاد البنوك المصرية سابقا على هذه الخبرة الكبيرة جدا وهذه المعلومات المهمة، وأشكر أيضا دكتور مدحت الشريف عضو مجلس النواب وأمين اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. مشاهدينا الكرام، بالطبع تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي سوف أقرأه لكم الآن من على الشاشة. دعوني أستعرض معكم بعض هذه الفقرات. معانا الأستاذ عبد الله المسلمي، قرار صائب تأخر كثيرا وللأسف المختصون وهم كتر دائما لا يتحركون إلا بعد تأكدهم من فوات الأوان وتحقق الكارثة والخراب أو الخراب، وأرى التنفيذ الفوري لخطورة الأمر دون داعي للنقاش المجتمعي لأن مصلحة مصر فوق الجميع. الأستاذ أحمد الريان بيقول قرار تغليظ العقوبات يمنع الكثير أو يمنع كثير من المتلاعبين بالعملات الأجنبية والسوق السوداء، فيجب تغليظ العقوبات بشكل كبير وهذا يكون لصالح الوطن، ويجب توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية لتوقيف نسف المتلاعبين بالعملات الأجنبية. حفظ الله مصر من كل سوء، أمين يا رب. عويض عويضة بيقول بالنسبة لتغليظ العقوبات لتجارة العملات الأجنبية هذا القرار تأخر سنوات طويلة جدا، والأهم من قرار تغليظ العقوبات هو التنفيذ الفوري والمباشر دون الحاجة إلى الرجوع إلى محاكمة واستئناف، يجب الحكم من أول درجة طالما المجرم اتمسك متلبس، والاستعانة بشهود وتحريات سريعة أو سريعة الدقة، وانتهينا في الموضوع، لكن يكون عبرة لمن يعتبر. أما ننتظر دور المحكمة والتلاعب في الأوراق المطلوبة في المحاكمات، طبعا هو بيتكلم عن المحاكمة، طبعا احنا ما نقدرش نتكلم عن بهذا الشكل. علي محمود محمد بيقول قرار تأخر كثيرا ويضع علامات الاستفهام عن تأخره بعد كل هذه العثرات في الاقتصاد، يجب أن تتلخى أو تتخلص الدولة من كل قوانين. يا عم كبر مخك، هو بكاتبها بين قوسين، يعني هو بيقول أن كل قوانين يا عم كبر مخك لازم تتخلص منها الدولة التي تركها مبارك ونظامه في كل مؤسسات الدولة، يجب أن نتخلص من كل قوانين شبه الدولة واستبدالها بقوانين الدول الكبرى. حمدي أبو مصطفى بيقول مصر في حالة حرب، ووضع مصالح مصر في طرق غير شرعية نوع من أنواع الحرب التي تفرض على مصر وهي من حروب الجيل الرابع، يجب أن تكون العقوبة محاكمة عسكرية كخيانة الوطن وضرب اقتصادها في ساعة الحرب، وهذا طعن من الظهر، يسقط الخونة في كل وقت وحين وتحيا مصر رغم أنف الحاقدين. صلاح محمود جمعة بيقول اللي تحيلة ولن يعطي المردود المطلوب لأن القرار ده مش حل ولكنه مسكن، الكل يعلم أن السوق عرض وطلب، طالما العرض يقل عن الطلب حدث ولا حرج. دي مشاهدين الكرام دي كانت مجموعة من تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، قريتها لكم سريعا عشان عندنا مشكلة في غرفة المتابعة الإلكترونية وبنستعرضها لكم على الشاشة، وبالطبع أتمنى التواصل وزيادة التعليقات وأيضا الاتصال دائما على هاتف القناة دائما يظهر في هذه الجهة من الشاشة. مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية نستعرضها معكم ونناقش أكثر عمقا في هذا الموضوع. سأنتظر هذه الاتصالات، سيكون معي بالطبع. يعني نحن نتكلم الآن عن مشروع قانون البنك، القانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزي حتى نكون محددين والمعلومات تكون محددة لدى المواطن، والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تعديل هذه القوانين الخاص بتنظيم العمليات النقد الأجنبي في مصر، وتضمن تعديل المادة 114 من قانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهاد المرخص لها. نعود للاتصالات الهاتفية، ضيوفي فيها خالد حسني الخبير المصرفي ودكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد. أبدأ بالدكتور خالد حسني الخبير المصرفي. دكتور خالد تحياتي. دكتور خالد أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. اهلا بك يا فندم. دكتور خالد، يعني بما ان حضرتك خبير مصرفي، نحن نتحدث الان عن تغليظ العقوبات وتعديل الماده 114 و126 من قانون البنك المركزي، وطبعا دي قوانين منظمه وليست قوانين تشريعيه. هل تاخذ هذه القوانين المنظمه قوه القوانين التشريعيه في حاله عفوا في مثل هذه الحاله؟ هي بالطبع الحقيقة البنود ومواد قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 بتأخذ الشكل التشريعي وليها قوة براءة
القوة التشريعية اللي تنفذها. وبالتالي أي تعديلات بتحصل تنظيمية في القانون بتبقى ملزمة لجميع البنوك العاملة والخاضعة تحت إشراف البنك المركزي في مصر. تمام يا دكتور. طيب بما اننا نتحدث عن موضوع تعديل هذه المواد وتغليظ العقوبه على المتعاملين اللي احنا بنتكلم عليهم بالعاميه كده السوق السوداء والتلاعب في العملات، وانا كنت بكلم دكتور عبد الرحمن بركه في فكره ان يعني السوق السوداء ما عادتش موجوده في مصر او اللي بيقوموا بيها مش موجودين في مصر، ده هم دلوقتي موجودين في كل الدول العربيه وبقت في مكاتب وسرعه التواصل والانترنت بتسهل الامور. بما انك خبير مصرفي ايضا، كيف يستطيع البنك المركزي اللعب بعبقرية أيضا مثل هؤلاء وإيجاد تولز أو أدوات جديدة لاجتذاب الاستثمارات خاصة من المصريين اللي عايشين في الخارج، لو احنا نتحدث عن ان ده احد المصادر اللي بيتم اللعب عليها الآن؟ تمام يا فندم. هو الحقيقة البنك المركزي هنا الحقيقة هيبقى مطالب الفترة اللي جاية انه يشتغل على محورين أساسيين. تمام. المحور الأولاني انه هو يقدر من طبعا ده سوق داخليا يعني نقدر يتحكم في تحديد السوق السود على قد ما يقدر، وده هيبقى من خلال توفير نقد اجنبي طبعا في السوق وللمستوردين وخاصه للسلع الاساسيه طبعا، وده يمكن اتفق عليه من الشهور الحقيقه الماضيه. تمام. ده من جانب، وبالتالي يقدر ان هو كمان يعني فنيا بقى بشكل تكنيكال فني يتحكم في اسعار الصرف الخاصه بالدولار قدام الجنيه المصري بشكل يعني عايز اقول ايه يقدر يعني يحد بيه من توسع السوق السوداء بشكل كبير. طب يا دكتور في كتير من الخبراء بيقولوا ان عمليه تحجيم سعر الصرف ما هياش الحل في النهاية، هي بتؤدي إلى تفاقم السود السوداء، وفي ناس وصل بيهم الأمر إن هم يطلبوا بتحرير أو تعويم زي ما احنا بنقول تعويم الجنيه أمام الدولار، وناس قالت إن ده في هذا الوقت خطر جدا. شوف يا فندم، هو أي سياسة نقدية تؤخذ لازم يتم اتباعها لازم هيكون لها آثار جانبية ضارة، ولازم تكون مؤقتة برضو. العلاج بالضبط يا فندم، العلاج دائما له مضاره وله آثاره الجانبية. صحيح. في الدنيا صحيح، حتى علاج البدن طبعا يا فندم. وبالتالي النهاردة وأنا بحاول إن أنا أخفض حتى سعر الرسم الجنيه قدام العملات الأخرى وخاصة الدولار، أكيد ده هيكون له مضار كبيرة جدا. تمام. ولكن تجارب الدول الأخرى اللي مرت بظروف اقتصادية مثيرة لمصر كان عندها نفس الأزمات المالية والنقدية اضطرت إنها تعوم وتحرر سعر صرف عملتها لدرجة إن هو انخفض إلى مستويات كبيرة جدا. صحيح. كانت ضارة بالاقتصاد في هذا الوقت. أكيد. ولكن بالتوازي مع ده بيتم اتباع سياسات أخرى بقى، سياسات بقى إيه مكملة للسياسات النقدية وهي سياسات مالية واقتصادية في الأساس. صحيح. بتنصب في تشجيع التصدير، الصناعة، التميز بسلعة تتميز فيها مصر بميزة نسبية. ومن ثم اقدر ان انا كده في خلال 3 أو 5 سنين احط خطه ان انا انهض بالاقتصاد كما فعل العديد من التجارب الاخرى، وبالتالي ان انا وامريكا اللاتينيه عندنا فيها الكثير من الامثله يعني. صحيح يا فندم، صحيح يا فندم، يعني كان عندنا امثله زي الازمه الماليه اللي حصلت في اسيا في 97 والانهيار اللي حصل في العملات اللي كانت مربوطه بالدولار اياميها في تايلاند وسنغافوره وكوريا الجنوبيه وغيره. ومن ثم انا بقول انه يعني بصراحه شديده انا مش هقدر اقضي على السوق السوداء في مصر حاليا. تمام. عشان نكون صراحه، لكن انا هقدر اعمله ان انا احجمها، قلت كده احجمها شويه او احد من توسعها. وده بالسياسات اللي بيتبعها البنك المركزي النهارده. الحاجه الثانيه ان انا هشتغل زي ما حضرتك لسه قايل شويه على بقى الجزء الخارجي، وده المحور الثاني اللي كنت بتكلم فيه، الجزء الخارجي هو المصري. طيب ارجوك ابقى معي، انتقل بالمحور الخارجي للدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد. دكتور مختار تحياتي. تحياتي يا باشا، صباح الخير. صباح الفل يا دكتور. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع الاقتصاد عموما، هي السياسات النقدية والسوق السوداء وكل دي ادوات داخل الاقتصاد المصري اللي احنا شايفين انه بيعاني برضو من مشاكل كتيرة دلوقتي. محور قناة السويس كان معمول عليه يعني معولين عليه بشكل كبير، مش على ازدواج القناة فقط اللي عشان تدخل زيادة في العملة الاجنبية، ولكن على المشروعات الجانبية اللي هتنشأ على جانب القناة، عمليات لوجستية وتمويل سفن وغيره وغيره وغيره، ربما مراكز تجميع عملاقة وغيره. مازال أيضا هناك تأخر في مثل هذه المشاريع، عندنا مشاكل في قانون الاستثمار الموحد في الباب في الشباك الواحد وغيره. لو قلنا كده لو عايزين نخرج من هذه يعني الكبوات عشان نحل المشاكل الجانبية، لأن طبعا السوق السوداء دي عشان نبقى صراحة هي مشكلة جانبية للمشاكل الاقتصاد الأساسية. انا عجبت كلمه مشاكل جانبيه لان الحل الافضل. نعم. كل الناس عارفه الكلام ده، مش انا عارف جديد، اللي ان احنا بنمر بعنق زجاجه. صحيح. صحيح.
واحنا قدامنا علشان برضه يبقى الساده المشاهدين و